العام 1984 هو بداية نشاط أول شركة من مجموعة شركات المهندس محمد سالم، والتي تحولت على مدار السنوات من شركة مقاولات صغيرة إلى كيان اقتصادي نشط وفعال في التنمية الصناعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية، حيث تعددت نشاطات المجموعة لتشمل المقاولات العمومية، الطباعة الأوفست، تصنيع خامات البلاستيك، التعدين، الاستيراد والتصدير، والزراعة. الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية، وهي شركة رائدة في مجال إكثار النباتات بطريقة زراعة الأنسجة النباتية وتطوير البحوث الزراعية. تعد الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية من أكبر معامل التكنولوجيا الحيوية الزراعية، حيث تمتلك وتدير معملاً حديثاً مجهزاً بالكامل، بني وفقاً لأحدث المعايير وأكثرها تقدماً في مجال زراعة الأنسجة النباتية، ومصمم من قبل كبرى الشركات الاستشارية الفرنسية الرائدة في هذا المجال، وبالإضافة إلى فريق عمل الشركة حيث يضم نخبة من كبرى العلماء الدوليين والفنيين المختصين ذوي الخبرات العلمية والعملية. أنشئت معامل الشركة في موقع استراتيجي بمدينة القاهرة على مساحة 32 ألف متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولي والتجمعات العمرانية الجديدة، ويتكون من مبنى المعامل على مساحة 1240 متر مربع، غرفة نمو النباتات على مساحة 640 متر مربع، الصوب الزراعية الخاصة بأقلمة النباتات على مساحة 1800 متر مربع، الصوب الزراعية المغطاة على مساحة 21 ألف متر مربع، الإدارة على مساحة 200 متر مربع. زراعة الأنسجة النباتية هي عملية استنساخ خلايا أو أنسجة أو أعضاء من النباتات الأم وتكثيرها في أوساط غذائية، وذلك تحت ظروف بيئية معقمة ومتحكم بها. وهدف زراعة الأنسجة هو إنتاج كمية كبيرة من النباتات المماثلة جينيا للنباتات الأم وفي فترة قصيرة، مقارنة مع إنتاج الطرق الزراعية الاعتيادية. ثم يتم استئصال أجزاء من أنسجة هذه النباتات ويتم تطهيرها ثم زرعها في أوساط زراعية معقمة، وعن طريق زرع هذه الأنسجة في وسط مغذى محدد يمكننا التحكم جزئيا في المزيد من التطور وتشجيع الإكثار والتجذير. تزرع هذه النباتات الصغيرة في ظروف معقمة في غرف النمو مجهزة، والتي يتم تنظيمها على النحو الأمثل من حيث نوعية وشدة الإضاءة ودرجات الحرارة ونقاء الهواء، ثم تنقل النباتات إلى البيوت المحمية الخاصة بالشركة، حيث تمكننا هذه البيوت المحمية المتطورة والمتحكم فيها بدرجات الحرارة والرطوبة والإضاءة من الإنتاج 365 يوما في السنة. يتم الاحتفاظ بأصول النباتات المنتخبة في ظروف معملية معقمة في بنك الجينات داخل معامل الشركة. وعلى هذا قد أحدثت تكنولوجيا زراعة الأنسجة ثورة في إنتاج أعداد كثيرة جدا من تقاوي النباتات وفي مساحة محدودة بالمقارنة بالطرق التقليدية لإنتاج هذه النباتات، مع الحفاظ على الصفات الوراثية ومطابقتها للنباتات الأم وخلوها من الأمراض النباتية المختلفة.
إنتاج الميني تيوبر. نحن متخصصون في الإنتاج المكثف للميني تيوبر الخالية من الأمراض والفيروسات من خلال زراعة الأنسجة النباتية، ويتم إنتاج الدرنات الصغيرة من الأصناف المفتوحة والمحمية باستخدام عمليات مبتكرة. ليتم استخدام هذه الميني تيوبر لإنتاج تقاوي البطاطس عالية الجودة للمزارعين المحليين وأسواق التصدير. يقوم فريق العمل المتخصص بعملية الإكثار حتى يتم الوصول إلى العدد المطلوب من النباتات لكل صنف. تبلغ السعة الإنتاجية لمعامل زراعة الأنسجة 2 مليون من النباتات سنوياً، والقدرة الإنتاجية للبيوت المحمية هي 8 مليون من الميني تيوبر سنوياً. مع وجود خطة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية في السنوات الثلاثة المقبلة، تم اعتماد معامل زراعة الأنسجة النباتية والبيوت المحمية لإنتاج الميني تيوبر البطاطس، ويتم إنتاج جميع التقاوي تحت الإطار الوطني للاعتماد. نخيل التمر. قامت الشركة بتوجيه طاقتها لإنتاج شتلات نخيل التمر بأعلى جودة وأحدث التقنيات، ووضعت الشركة خطة لإنتاج 2 مليون شتلة نخيل تمر خلال 5 سنوات. تقوم الشركة المصرية الفرنسية بإكثار وأقلمة نباتات نخيل التمر، وذلك عن طريق تكنولوجيا زراعة الأنسجة التي يطلق عليها أيضا الإكثار داخل المعمل. الأصناف الرئيسية التي يتم إكثارها وحفظها داخل المعمل حاليا هي مجدول، برحي، خلاص، سقعي، غنامي، ويمكن إكثار أصناف أخرى حسب الطلب. الابتكار التكنولوجيا. لدى الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية إيمان عميق بأهمية الابتكار والبحث العلمي، فالشركة تهتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والأجنبية. رؤيتنا أن تكون الشركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من خلال الجمع بين التطوير والبحث العلمي ونظم الإنتاج الأمثل. مهمتنا تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وتنمية الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة للمساهمين من خلال تقديم مواد زراعية عالية الجودة. الشهادات. تفخر معامل الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية بأنها حاصلة على مجموعة كبيرة من شهادات الجودة والاعتمادات الدولية، وتخضع جميع المراحل للفحص والاعتماد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما تخطط الشركة لإضافة المزيد من الشهادات والأبحاث العلمية التي تخدم تقدم الدولة اقتصاديا. الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية شركة رائدة في إكثار النباتات.